إلى فيديو متداول يظهر عددا من الشباب في يافع وهم يتسلقون حبل من على فوهة بئر. خلونا نشوف هذا الفيديو الذي طبعا يحبس الأنفاس لمجموعة من الشباب والأطفال وهم يسبحون في أحد الآبار في يافع. توجد الكثير من هذه الآبار في المناطق الريفية، منهم من يعرف يسبح كما لاحظنا، لكن يسقط الكثير من الضحايا في هذه